بعت لي رساله انزل قابلني حالا، قلت في مصيبه. وهو في مصيبه اكبر من اللي احنا فيها ديت؟ بقول لك ايه يا كريم، احنا لازم نلاقي حل لتحكم بهيره في حياتنا بالطريقه ديت. حد ازاي يعني نهرب ونمشي ونتجوز ونحطهم قدام الامر الواقع؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا مريم؟ اتجننتي؟ انت شايف اللي انا بقوله ده جنان؟ طب اسمع بقى الجنان اللي على قصوره. انا حضرت شنطه هدومي، وانت في ثانيه تطلع بيتك وتحضر شنطه هدومك، وهنمشي النهارده. لا طبعا مش موافق. تبقى ما بتحبنيش. لا انا بقول لا عشان بحبك. تقدري تقولي هنستفيد ايه لما نخسر اهالينا انا وانت عشان حركه عائلي زي دي؟ مريم اللي مرضوش على ايه مرضوش عليكي. لا جدع يا كيمو، ممكن تقولي حضرتك واقف مع اختي وشنطتي تعمل ايه في نص الليل؟ ما انت ما تتلجلكش بس كده. انا متفق معاها على الحوار ده تعمله معاك عشان اسمع ردك بودني، وبصراحه ردك عجبني وكبرت في نظري. عارف يا كريم لو كنت قلت حاجه تانية والله خلاص عشان طلع جدع. طب يا عم الحمد لله عشان تصدق بس ان انا بحبها بجد ومش عايز العب بيها، بس بصراحه فكره حلوه. عجبتك؟ ها الحمد لله. وانت عشان راجل جدع ان شاء الله اول ما تاخد الشهاده الكبيره تعالى واطلب ايد سلمى. سلمى؟ مريم. مريم يلا اطلع لفوق يلا لما يتخرج. لا العظيم تعالش بنتي. بقول لك ايه، على الله بعد 3 سنين ما تجيش تتقدم. 3 سنين ويوم. يلا يلا يلا. شموسه شموسه. بقول لك ايه، يحيى وافق ان كيمو يجي يخطبني بعد 3 سنين، انا فرحانه اموت. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. بصراحه يا ابله طلع كلامك صح، والخطه اللي انت قلتها لي عملتها ونجحت، وهو طلع راجل مجدع وانا سامحت. طب الحمد لله. خلاص هدينا دلوقتي نشوف امتحاناتنا بقى ومذاكرتنا ولا ايه؟ بس انت يعني شكلك متغير. يعني هاديه بزياده كده. يعني عشان الترجمه دي حقيقي صعبه قوي، بس يعني التركيز فيها بيحتاج جهد. صعب الترجمه برضو ولا سفر استاذ هشام هو اللي صعب؟ انا بعد اذنكم مش عايزه اتكلم في الموضوع. لا بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها كده، اهو انت اللي معودانا ان احنا نحكي بعض كل حاجه. وان بيج فاميلي. طبعا فاميلي. ايه يعني عايزين تعرفوا ايه؟ الجميل زعلان ليه؟ يعني بمنتهى البساطة كده، أنا بخاف قوي وبزعل لما الناس اللي أنا بحبهم يسيبوني ويمشوا. يعني ده اعتراف إنك بتحبي هشام. ها؟ بص يا أبل، هو لو بيحبك هيرجع، وأنا واثق إن هو بيحبك وإن شاء الله هيرجع. وفي مثل قديم بيقول لك إيه؟ إذا أحببت شيئا كثيرا فاطلق سراحه، لو رجع لك ملكك يا معلم. بصي يا شموسة، ده المدرس بتاعي قبل ما يبقى ابن خالك، انا عارفاه كويس. والله بصي اول ما افتح معاه موضوعك كده الاقي يعني تلمع كده ومليانه حب ويعني جميله جدا. طب والنبي بيحب؟ والنبي بيحب والنعمه بيحب. خلاص خلاص بقى. طب اضحكي. طيب ممكن بقى تسيبوني عشان اركز وخلص، انا لازم اسلمه. خلاص حاضر 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 حاضر، من غير ما تتقمص. خلاص يلا بينا مريوم يلا. بس بقول لك ايه، دقيقة واحدة بس عطلك طلب صندوق قد كده اهو. عايز ايه؟ وانا خلاص اتعودت على المحاماة والمكتب والحياة يعني، فبصراحة يعني انت عارفة طبعا استاذ راتب النيابة قبضت عليه وخلاص مفيش مكتب، فكنت عايز اطلب منك طلب. معلش لو ينفع تكلمي لي استاذ اسلام اشتغل معاه يبقى زي الفل. مش هينفع يا يحيى، انا اسفة جدا مش هقدر اكلم الاستاذ اسلام، بس ممكن اكلم لك الاستاذ احساني، ايه رأيك؟ اي حاجة. ايوه كده، انا عامله حسابي على كده يا حبيبي ما تقلقش. ربنا يبارك لك والله العظيم، ابعد عليك يا رب هشام يرجع ويا رب ربنا يكرمك. بس سيبوني في حالي بقى امشي. خلاص خلاص يلا. محتاجه اللاب؟ خلاص اشتغل عليه. لو عوزتي شاي قهوه اندهي على طول. ميرسي يا يحيى.